وفي بلاد الرافدين تتقدم القوات العراقية في منطقة العياضية آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في قضاء تل عفر. هذا وقد أوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المواجهات في العياضية قد تحسم خلال الساعات القادمة بعد أن أحكمت القوات العراقية محاصرة المنطقة من كافة جهاتها والتفاف قوة خاصة من المدخل الغربي للعياضية لسد منافذ الهروب أمام التنظيم. وكانت مصادر محلية قد تحدثت مؤخرا عن فرار عناصر من داعش من ضمنهم قياديون في اتجاه سوريا.